بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله سوف نأخذ الدرس الثاني، حرف الباء المكون الرابع والخامس والسادس والسابع بإذن الله. نبدأ في المكون الرابع. أقرأ الكلمات ثم أجرد الحرف. نبدأ بقراءة الكلمات ثم نجرد الحرف، يعني نستخرج الحرف من الكلمة، الحرف الملون باللون الأحمر. أول كلمة، كلمات بلادي. بلادي، وتعرفنا في الحصة الماضية على بلادي وهي المملكة العربية السعودية. بلادي، انظري الكلمة، نستخرج منها الحرف الملون باللون الأحمر، نجرده بي. بي، نقول جاء حرف الباء في أول الكلمة حركته الكسر، ينطق بي، ينطق بي. إذن هنا رأينا الكلمة وقد حركت بالكسرة، الكسرة دائما تأتي تحت الحرف، وهذا شكل الكسرة مثل الخط الصغير المائل، هذه الكسرة يا أولى نركز عليها. ننتقل للكلمة الثانية، كلمة مكتبة. مكتبة، نجرد الحرف، نقول جاء حرف الباء في وسط الكلمة حركته الفتح، ينطق ب، ينطق ب. هنا هذه هي حركة الفتحة، تأتي دائما فوق الحرف. الآن ننتقل للكلمة الثالثة، كلمة ترتب. ترتب، نقول جاء حرف الباء في آخر الكلمة متصل حركته الضم، ينطق بو، ينطق بو. إذن تعرفنا اليوم على نطق الحرف بالحركات الثلاث، حركة الكسر والفتح والضم، بي، باء، بو. ننتقل الآن للمكون رقم خمسة. أميز بين الصوت القصير والصوت الطويل المد. الصوت القصير والصوت الطويل، نميز يا أولى بين الصوت القصير والطويل. الصوت القصير لاحظي عند النطق ينطق يا أولى هنا في وقت قصير أقل من ثانية، ب، بو. ب، بو، بي، تكون قراءته مثل ما ذكرنا صوت قصير في أقل من ثانية. مرة أخرى، ب، بو، بي. وهنا الصوت الطويل، الصوت الطويل يا أولى يقرأ بمقدار حركتين، أطيل الصوت. لماذا؟ لأننا نجد حروف المد، لأن حروف المد تكون متصلة بالحرف. ما هي حروف المد؟ أولاً عدد حروف المد ثلاثة، ما هي؟ هنا الألف وما قبلها مفتوح، وهنا الواو وما قبلها مضموم، الياء وما قبلها مكسور. نركز يا أولى، حرف المد دائما يكون ساكن، حرف المد ساكن. انظري الألف والواو والياء لا نجد عليه حركة، إذن حرف المد ساكن. نقرأ أول شيء باء، هنا أطلت الصوت لأن حرف الألف يساعد حركة الفتح حتى يصبح طويل، كما رأينا في مدينة، في قصة مدينة الحروف. ما هي قصة مدينة الحروف؟ عندما ذهبت الحركات الثلاث الفتحة والضمة والكسرة إلى مدينة الحروف، وشرحت لهم المشكلة بأنها قصيرة وتريد أن تصبح طويلة، قامت بعض الحروف بمساعدة الحركات. ما هي الحروف؟ حرف الألف والواو والياء قاموا بمساعدة الحركات حتى تصبح
طويلة، ونلاحظ الآن كيف أصبحت طويلة، نلاحظ من خلال النطق باء. هنا الألف ساعدت الفتحة وأصبحت طويلة، يعني الألف دائما صديقة الفتحة، بارك الله فيكم. وهنا بو، هنا الواو ساعدت حركة الضمة وأصبحت الضمة طويلة بو. وهنا الياء ساعدت حركة الكسر وأصبحت الكسرة طويلة بي. نقرأ مرة أخرى با بو بي. الآن أقرأ الصوت الطويل ثم أنتقل للقصير ونلاحظ الفرق. ب با بو بو بي بي. والآن الصوت القصير يقرأ بمقدار أقل من ثانية، والصوت الطويل تعرفنا أنه يقرأ بمقدار حركتين. ننتقل الآن لصفحة 26. طريقة كتابة الحرف رقم 6. رقم 6، ألاحظ الحرف وأكتبه. الآن لاحظي معي جيدا الحرف، هذا هو حرف ماذا؟ حرف الباء. كيف عرفنا حرف الباء؟ بوجود النقطة تحت الحرف، نقطة واحدة. نبدأ بكتابة الحرف. كيف أبدأ بكتابة الحرف؟ لاحظي دائما الدائرة الحمراء، هنا دائرة مفرغة، نبدأ دائما من عند الدائرة المفرغة وأنزل باتجاه، أمشي باتجاه الأسهم. هنا ننزل قليلا يكون مرتفع عن السطر، أنزل ثم يكون على السطر حرف الباء، يكتب دائما على السطر. أكتب الآن معكم، هذه هي طريقة كتابة الحرف. نبدأ ثم أنزل وأكتبه على السطر. هنا حرف الباء وقع في أول الكلمة. إذا وقع حرف الباء في أول الكلمة ماذا يفعل يا أولى؟ يمد يده، رائعات، أحسنتم. وهنا حرف الباء وقع في وسط الكلمة. إذا وقع حرف الباء في وسط الكلمة يمد يديه الاثنتين. نمد اليد الأولى من عند الدائرة المفرغة يا أولى، دائما نبدأ ونمشي باتجاه الأسهم، ثم أنزل وأمد اليد الثانية، أكون على السطر وأكتب النقطة، رائع. الآن هنا حرف الباء في آخر الكلمة متصل، يمد اليد الأولى، يد واحدة فقط، نمد اليد ثم نكتب الحرف، وهنا يغلق الحرف. لماذا؟ لأنه في آخر الكلمة يتوقف الحرف، لا يمد يده، رائعات. الآن حرف الباء في آخر الكلمة منفصل لوحده، أبدأ بكتابته من الأعلى على السطر ويغلق الحرف، لأنه هنا في نهاية الكلمة منفصل. ثم نبدأ يا أولى نكتب هنا على الحرف، حرف الباء باللون الخفيف، أكتب عليه حتى أتدرب على الكتابة الصحيحة. عندي في السطر الأول والثاني ضروري نكتب عليه حتى نتعود على الطريقة الصحيحة. ثم أبدأ بكتابة بقية الحرف على الخط الموجود عندي، الخط الأحمر، دائما نركز على الكتابة على السطر وعلى الخط الأحمر. هنا كتب على الخط الأحمر، نكتبه نفسه يا أولى. الآن يا صغيراتي ننتقل للصفحة رقم 27. صفحة رقم 27 عندي المكون السابع، انظري إلى المكون السابع. أحاكي ياسراً في استخدامه، الضمير أنا. اليوم نأخذ الضمير أنا، نركز على الضمير أنا، هذا هو الضمير أنا. ركزي يا أولى على الضمير أنا. أنا، انظري أول مثال عندي الصورة الأولى، هنا
من هذا؟ هذا ياسر، أحسنتم. ماذا يقول ياسر؟ انظر يؤشر على نفسه هنا، يتكلم ويقول أنا ياسر، أنا ياسر. هنا ياسر يتحدث عن نفسه ويعرفنا بنفسه، يقول أنا ياسر. إذن نسمي الضمير أنا ضمير المتكلم، لأنه يتكلم عن نفسه، ضمير المتكلم. ننتقل للصورة الثانية. هذه من؟ هذه مريم. هيا نطبق، نحاكي ياسر. أنا مريم، أنا مريم. ممتاز يا أولى. وهنا هذا فواز، هنا فواز يتكلم عن نفسه. نستخدم الضمير أنا، أنا فواز. أحسنتم. وهنا نورة، أنا نورة. رائع. دائما نطبق نحاكي هذا المثال، هذا المكون، محاكاة ياسر في استخدامه للضمير أنا. وأنا هو ضمير متكلم، تتحدثين عن نفسك، مثلا أنا هند، أنا نورة، أنا سارة، أنا مريم، أنا فاطمة. فيها ضمير أنا يتحدث عن نفسه، وهو ضمير متكلم. إذن بارك الله فيكم يا أولى، تستحقون اليوم شكر ونجمة لتميزكم معنا. بارك الله فيكم. إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.